الذين استشهدوا فجر أمس على أرض سيناء الحبيبة وافتدوا بالروح كل حبة رمل من تراب هذا الوطن. ونسأل الله أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وأستأذن السادة الحضور في الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وقراءة الفاتحة على روح أخونا الزميل الأستاذ الدكتور الطيب عبد الحميد مراد، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب. اسمحوا لي باسم جامعة سوهاج ان احنا نعزي شهداء الوطن ونؤكد على دعمنا للقوات المسلحة المصرية في حربها ضد الارهاب. وبتوجه بخالص الترحيب للمهندس صابر البركاوي، المهندس صابر رئيس ادارة مركزية للموارد المائية والري في سوهاج، وهو ممثل عن وزارة الري، له منا كل التقدير والترحيب في جامعة سوهاج. وبشكر سيد وزير الري على تكليفه المهندس صابر بحضور هذا اللقاء، وكل التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وراعي هذا المؤتمر، ولولا ارتباطه ببعض المهام الخاصة بالوزارة لكان موجود معنا اليوم. سيادته في المؤتمرات السابقة التي تعقدها كلية الآداب دائما من منطلق إحساسها بمشكلة المياه، كان يشارك فيها متحدثا لبقا عالما واعيا، وهو اليوم بيننا راعيا لهذا المؤتمر وداعما له، فلك مني كل الشكر مع الوزير. دواعي اعتزازي وفخري أن أقف اليوم أمامكم لأتحدث إليكم ومعكم عن قضية هي من أخطر القضايا وأكثرها ارتباطاً بوجودنا الحياتي. إنها قضية محورية تتعلق بمورد من أغلى الموارد وأثمنها، إنها مورد الحياة، إنها قضية المياه التي جعل منها كل شيء حي. اليمن، ليبيا، من كل الدول وكل مستقر، ما بنفكرش ازاي ما هذول لهم موارد مائيه مطلوبه زياده عن ال 100 مليون بتوعنا. ودي ورقه لازم نلعب بيها برضه في اي مباحثات او اي حاجه، كل الدول بتلعب في كل هذه الامور. ده الفكر اللي هو خارج الصندوق، ازاي نقدر نكسب نقاط في اي مباحثات دوليه خاصه بالمياه. من مبادئ الامم المتحده الهدف السادس للاجنده العالميه للتنميه المستدامه 2030 بتحث الدول على توفير المياه النظيفه للجميع. وتقرير الامم المتحده اللي صدر حديثا حول الامن المائي والتنميه يحث على تنميه الموارد المتاحه في الدول برؤى وفكر يتماشى مع الوضع العالمي الراهن ومفاهيم التنميه المستدامه. الافكار القديمه نقول اتفاقيات وحقوق تاريخيه والاخرى اصبحت دون جدوى. لازم يبقى في فكر جديد خارج الصندوق استفيد من الوضع الراهن. نستفيد برضه من الاستراتيجيه العربيه للامن المائي. يا ريت نفكر في صحه التوصيات. عندنا استراتيجيات وبرامج لاداره المياه. بس هل عندنا استراتيجيه مصريه للامن المائي؟ وكلمه امن سكيورتي دي مطلوبه مهمه جدا. اذا بيبقى عندي امن غذائي لازم يبقى عندي امن مائي. يمكن دي يمكن احد الحاجات اللي نفكر فيها، نطلع توصية بإعداد استراتيجية للأمن المائي ودي تعني الكثير. هأعرف بعض إزاي الحاجات اللي نعملها. ومن هنا كانت تمشيًا مع هذه المفاهيم والرؤى العالمية والإقليمية، فإن هذه المحاضرة تهدف إلى تقييم الوضع المائي والإدارة المتكاملة للموارد المائية من منظور عالمي إقليمي وطني مصري حول تنمية الموارد المائية وإدارتها.